يلعب في اتجاه المرمى كرة قوية، وصالح نعمة بيبعدها وبرافو، صالح خليفة داخل على طول بيشيلها بيحطها على الأرض ماشي بيها، بيعدي مربع واحد وداخل في مربع ثلاثة ولعبها قطعت وهجمة ترتد، هجمة ترتد سيد ضياء وبمرة طويلة إلى جانكيز، بيجري جانكيز وتعيع ولعبها برا وتنشاف في المرمى وهدف. هدف بيسجل، كرة بيلعبها صالح خليفة قصيرة بتنقطع ويعمل فيها الدايع مجهود لكنها تتمرر مرة ثانية، وكان سيء شهد بياني فاضي برا ويشوط على طول ويسجل الهدف في الدقيقة 43. لاعب سماش كرة طويلة بتتلعب ناحية جانكيز بيحصلها لوحده في مربع ثلاثة وتطول منه وتطلع رامي التماس، هيلعبها ناصر منصور، بيلعبها ناصر ورجعها لصالح النعيمة وبيصفر الحكم وينهي شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الإيراني بهدف مقابل لا شيء، سجل في الدقيقة 43 من شاه بياني. فهد المصيبيح، المصيبيح بيحاول يعدي ماشي في مربع ثلاثة، يلا يا فهد يلعبها بالعرض إلى ماجد، ماجد بيحاول يعدي بيعدي من واحد اثنين داخل بيها منطقة 18 ومررها ناحية محيس تصلح برا تنقطع داخل عبد الجواد وترجع لعبد الجواد مرة ثانية يمررها لاحظ صالح النعيمة في نص الملعب إيراني، وصالح مررها لمحيس ومحيس يمررها ناحية المصيبيح وفي خطأ لصالحنا على راس منطقة 18 برا ب 10 ياردة شوية لصالح منتخبنا. باقي حوالي 5 دقائق على نهاية الشوط الثاني والمباراة، وجمهورنا لا زال بيشجع ويعتبر بلا شك الجمهور المثالي اللي في الدورة. أنا عارف كرة القدم ما تعرف ليه، لأنه حتى آخر ثانية ممكن تسجل أهداف. صالح يرتد مرة ثانية، صالح وبيشوطها مرة ثانية وتطلع ضربة زاوية، ضربة زاوية لصالح منتخبنا من مربع رقم 2 هبطت في جعفر مختار، بيجري عليها حيسن هيلعب ضربة الزاوية، يلا يا محيسن بيلعبها في اتجاه المرمى وبالجول يا ساتر يسع بجوال براسه وبتعدي يا كرة حلوة وخطيرة لكن بتنشال، لاعب من يحيى عامر إلى ناصر منصور، ناصر منصور يمررها إلى ماجد في الدائرة، رجع ماجد ياخذ الكرة دي حاول يبدأ بها هجمة ويمررها بسرعة إلى المصبيح، المصبيح رجعها ورا إلى حسين البيشي، حسين البيشي نقولها ناحية ناصر منصور، ناصر منصور يلا ناصر يرفع من مكانه بيرفع اتجاه المرمى وطالع ماجد بزي. يا هدف تعادل، باقي حوالي دقيقة ونص على نهاية المباراة، بتتلعب على طول ومحيسن بيعديها وبيجيب هدف التعادل، هدف التعادل وكرة حلوة اتلعبت من ناصر منصور ويسجل محيسن هدف التعادل، وباقي حوالي دقيقة ونص على نهاية المباراة، اترفعت من ناصر حلوة وطالع فيها شايع كان مضايق وطالع ماجد ومحيسن كان في منطلق عارف الكره دي حتضبط فين ودخل معاهم ويعديها لكن تعدي وتسجل منها هدف التعادل، وتتلعب الكره توصل الى جانكيز بيحاول يعدي محيسن بيطلع له يا محيسن رمي التماس، باقي حوالي اقل من دقيقه هدف لمنتخبنا وهدف للفريق الايراني وتتلعب وتوصل ناحيه الجناح الايسر هناك ويمررها الى سيد وسيد يعديها بالعرض ومعاه شيل ايوه شيل ماجد عطوا يستلمها يلا ماجد يلا يا محيسن يلعبها لمحيسن ومحيسن بتكعبل فيها لكن لسه كوره معاه برافو يا محيسن يقوم يا بابا قوم ويدافع ويصيح هو باقي حوالي 10 ثواني او 7 ثواني على نهايه المباراه
ومعنى كده ربنا ان شاء الله يدينا كمان هدف. يلا الثواني الاخيره دي مهمه. صالح النعيمه لماجد، وماجد يمرر لمحيسن وتوصل لمحيسن، ترجع لماجد ثاني، ترجع لماجد ثاني، ترجع مع ماجد، مع اثنين بيعدي من واحد وبيعدي من الثاني وبيعدي من الثالث وداخل يعديها وينضرب على منطقه 18 10 تقريبا. و يلا الكره دي، يلا الكره دي عبد الجواد تنهي الموضوع كله. يلا يا اولاد يلا، الكره دي هتتلعب بسرعه. عبد الجواد وصالح ومحيسن ويحيى عامر، كل الفريق اللي راح داخل منطقه 18. بندر وبيصفر الحكم، اقول كره تتلعب بسرعه، وبينتهي وقت المباراه الاصلي بالتعادل. ضياء في مربع رقم 4 رجع ثاني الى شاهين بياني، شاهين بياني سمع الكوره ويمررها ناحيه جانكيز، ياخذ عبد الجواد المصيبيح وماشي بيها فهد، ويلعبها الماجد، ماجد يستلمها هو ويلعب له هي، وماشي فهد المصيبيح، يلا يا فهد بالعرض، يا بالعرض لماجد، وماجد على راس منطقه 18 مع واحد واثنين، وصليحه برا ويصلح برا البندر، وبندر يشوف المرمى على طول، حلوه يا بندر بقدمه اليسرى ويترمي عليها حارس المرمى. هذه بندر الجار الله 19 سنة وخمسة مباريات دولية، ودي مباراة السادسة. لمسة اليد بيلعبها صالح للتعيع لصالح مرة ثانية، ونقولها ناصر منصور، ناصر يرجعها الى صالح النعيمه، صالح جنبه حسين في نص ملعبنا يلعبها لحسين مربع رقم 4، يسلمها الى المصيبيح في الدائره، المصيبيح على خط الدائره يلعبها جنبه الى يحيى عامر، ويحيى عامر الان نقولها الى ناصر منصور، وناصر منصور في مربع رقم 5 رجعها ورا في مربع 3 الى صالح النعيمه، صالح يلعبها في الوسط في الدائره للمصيبيح، والمصيبيح بيتقدم بيها بيحاول يعدي من واحد من اثنين، وبيصلحها لماجد، وماجد بيجري عليها داخل 18، بيجري ماجد بيكسب الكره دي، لكن معاه جعفر مختار بيدفه وفي خطا لصالح ماجد. هذه 15 دقيقة وشوية ثواني اللي بدل، يلا نلعب بسرعة، الكرة دي بتتلعب بسرعة قبل ما صفر الحكم، انا اخلي الصبور يدخل فيها، ومختار جعفر مختار قدام عبد الجواد، بيرفع عبد الجواد لبرا شوية وحسام. بهروز سلطاني كرة ضربة المرمى بيلعبها طويلة، المصبيح وجنكيز بيكسبها المصبيح، وبيصفر الحكم وبيقول غيروا بسرعة. باقي خلاص ثواني، ثلاث ثواني وانتهت الشوط الرابع، ويلا يا بندر، يلا يا بندر للمصبيح، والمصبيح ماشي فهد بيتقدم بيها فهد، وبيحاول يعدي من واحد اثنين وثلاثة، وبيعدي وبيصفر الحكم جورج كورتني الانجليزي، وتنتهي الاشواط الاربعة للمباراة، الاول والثاني الوقت الاصلي، والثالث والرابع الوقت الاضافي.
كلهم بيطلعوا فيما عدا 12 لاعب، 2 حراس مرمى و10 خمسه من هنا وخمسه من هنا لضربات الجزاء. لعيبه بيوقفوا الدائره والواقع عبد الله الدعيع احنا عارفين عبد الله فضل كده ضربه جزاء وكاد يصيب ضربه اخرى. وان شاء الله اليوم حيتوفق لانه دي فرصه لحارس المرمى زي الامتحان الشخصي، دي مقابله شخصيه خاصه بحراس المرمى. طبعا كرة بتنشاط مره واحده وتحت نصدها وارتدت ما بيكملها اللاعب مره ثانيه ضربه واحده. حيبدا اول لاعب ايراني يبدو لي اصغر رقم ثلاثه المدافع اصغر والحكم بيقول له اشوف نمرتك عشان لا يرجع يلعبها مره ثانيه، لكن لو كانوا اثنين سوا بعض وغيروا الفلينه يمكن تعدي. يلا يا عبد الله الله معاك. مواقف جديده صعبه وثواني مهمه بالنسبه لحارس المرمى. هيلعب اصغر عبد الله الدعيع متحفز وبيسجل اصغر ماجد وحافظ سايوني حارس المرمى الايراني. يلا يا ماجد صفر الحكم وداخل ماجد. يلا يا ابو المجد بيسجل حلوه بيحط الحارس في زاويه وتحرك الحارس، لكن ما دامت تصالحه اعتقد الحكم بيمشيها. تحرك الحارس ومحاوله لتمويه على ماجد، لكن ماجد حطه في زاويه وحط الكوره في زاويه ثانيه. ادي 1-1 واول 1-1 2-2 الان النتيجه. رضا جعفر مختار ده جعفر مختار جعفر مختار رقم 16 هيلعب ضربة الجزاء الثانية لإيران. ويلا يلا يا محمد وبيقول يا رب وكلنا نقول يا رب. الهوساوي بيرفع ايده وبيقول يا رب. محمد عبد الجواد يلا يا محمد وبيسجلها برضه في نفس الزاوية. يلا يا عبد الله يلا يا عبد الله يلا يا عبد الله وبتتسجل داخل صالح النعيمة. يلا يا ابو صلوح الله معاك داخل صالح وبيسجل الهدف الثاني لصالح. برافو يا صالح. طبعا لعيبه لما يلعبوا على كاس اسيا اللعيبه الايرانيين مختارين من 40 مليون ايراني ولعيبتنا من 10 ملايين مواطن سعودي، طبعا لابد يكونوا الصفوه، المنتخب هو صفوه الاختيار او قمه الاختيار الموجود في صفوف اللعيبه. اصبحت 4-4 الان، ثلاث ضربات ترجيح كلها سجلت لكل فريق وداخل محمد بن جالي. كابتن الفريق هيلعب الضربه الرابعه. يلا يا عبد الله يلا يا عبد الله داخل بن جالي بقدمه اليسرى حيلعبها ويصد الدعية يصد الدعية يصد الدعية. برافو يا عبد الله برافو يا عبد الله برافو يا بطل. حلوة انصدت. يبقى في ضربة ضاعت من ايران وان شاء الله تضيع الثانية كمان ولاعيبتنا يسجلوا داخل محاسن محاسن الجمعان محاسن الجمعان. يلا يا محاسن روح اول مره بيسلم على عبد الله الدعيع. برافو عليك يا محاسن روح حلوه بيجري على الدعيع وبيسلم عليه. وبرافو يا صالح برافو يا اولاد يا سلام على الروح الحلوه. بيقولوا له معلش هارد لاك عبد الجواد وصالح النعيمه وكابتن الفريق الايراني بيخطئ في التسديد بعد ان نجح كابتننا في التسديد. يلا يا محاسن يا رب يلا يا محاسن يلا يا محاسن يا محاسن بيسجل محاسن الضربة الرابعة بيسجل محاسن الضربة الرابعة. برافو حلوة أول كرة عالية
لعبها فوق، قال له عقله غير الارض شويه، وفي سقف زي الكوره اللي حطها في الكويت وسجل بيها نقطتين لمنتخب بلاده، 5 لمنتخبنا و4 لايران، وباقي الضربه الاخيره، ويا رب تصد الدعيع تنهي الموضوع. لو صد الدعيع الكره دي بتنتهي وما في داعي حتى نلعب ضربتنا احنا، لانه بنكون متقدمين بضربه. يلا يا عبد الله، يلا يا عبد الله، يلا يا عبد الله، وبنسجل. باقي الان الكره الاخيره، فهد المصيبيح، يلا يا فهد، يلا يا فهد، يلا يا فهد، الكره دي ان شاء الله وتنتهي المباراه. يلا يا فهد يا رب، يلا يلا يا فهد، يلا يا فهد، يلا يا فهد، يلا يا فهد.